السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد الفيلا كتباع كومبلي، فيها 604 المتر، عندها جرده دايره 360 دوغري، البني مبنيه 200 متر دوبلكس، جوج ديال النيفوات، ريتشوسي و برومي ايطاج. فيلا راه باقا تبارك الله نقيه، الثمن ديال الفيلا ناقص على الثمن السوق ب 20%. الثمن ديالها كتعتبر همزه تبارك الله. ليطا ديالها راه باقا نقيه، جات في واحد الدرب ترونكيل في كارتي بولو، تقريبا قريب شويه لطاطونفيل، ديريكتومون ورا شارع مودي بوكيتا. الفيلا قلنا دايره بها كامله جرده، لي اون فاس ديالنا هذاك كراج، كراج هابط واحد شويه، وفوق منه مبنيه واحد الشومبره نشوفوها في الاخر. هنايا الجرده تمشي شي دايره بحال هكا كامله، هذاك التيراس الفوق خارج من لا سويت بارونتال، الفوق فيها تقريبا واحد ربعة ديال لي شومبر، والتحت فيها واحد شومبر تريبل صالون كوزين اكيبي كبيره وحمام. الوقيته اللي جينا نصورو فيها كانت الدار عامره واحد شويه، خدينا واحد الفيديو مزروب. من بعد ان شاء الله ملي تكون الدار خاويه غادي ناخذ واحد الفيديو فيه لي ديتاي اكثر. هنايا تقريبا هاد لي سباس مشى كامل صالونات. الفيلا راه قلنا فيها 4 فصاد كامله دايره جرده، فيها 604 متر في التيران، والبني بنيه 200 متر على الدوبلكس، 200 في 200، جوج نيفوات، كل نيفو فيه تقريبا واحد 200 متر. تما كاينه واحد الشومينه، هادي هي الطلعه ديال البرومي ايطاج. فيلا ما فيهاش سطح، ما كاينش لاكسي في هاد لازون كامله، ما كاينش لاكسي للسطح. عندك هاد لا شومبر كتبقى شومبر كبيره. دخلت الفيلا هي اون فاز ديالنا. هنايا كاينه دوبل كويزين، دوبل كويزين الثانيه هابطه واحد شويه، هذيك هي اللي بقات فوق من الكراج، هذيك هي البنايه اللي داروها فوق من الكراج. هاد ليطاج هذا فيه حمام واحد، وليطاج برومي فيه تقريبا واحد 3 الحمامات. كل شومبر عندها، كل سويت بارونتال عندها دريسينغ والدوش ديالها خاص بها. وعاد كاين عاوتاني واحد لسباس سيجور وسط ديال ليطاج، غادي نشوفو دابا ان شاء الله. هادي هي الطلعه ديال الدروج ديال البرومي ايطاج. حنا دابا في البرومي ايطاج، ليطاج اللي كنا فيه قبيله السفلي كيجينا كامل بالرخام، وهذا كيجينا بالزليج. لا شومبر الاولى هي هذيك. هنايا كاين اسباس سيجور، سيجور كيشوف واحد الضوايه كتشوف لتحت، وهذا كيبقاو لي شومبر اللي بقاو جوج على يد اليسرى. غنصورو جوج، الثالث كان عامر، هو راه تقريبا نفس الفصاله ديال الثاني. جوجهم عندهم واحد لاكسي للتيراس، التيراس تبارك الله كبير، هو اللي شفناه في البدايه ديال الفيديو اللي قلت لكم هذا كيشوف سويت بارونتال. جوج لي لي شومبر الاخرين اللي غنخليوهم كي عندهم لاكسي ليه، هذا تقريبا هو اللي كبير فيهم، اخرين ناقصين عليه واحد شويه في الميتراج. بالنسبه للثمن، لازون هنايا الفيلات ديال 700-800 متر كيتباعوا ما بين 9 مليون و 8 مليون و 500 ألف درهم. هذه فيها 604 متر، ناقصها شي شويه على الفيلات اللي ذكرنا دابا، كتباع ب 7 مليون و 500 ألف درهم. الثمن راه غيزيد نقصوا فيه واحد شويه، وهو هكا راه ثمن مناسب بارابور الكارتي، بارابور الزنقه. الزنقه راه تبارك الله راه احسن ما يكون هنايا في بولو، قريبه الخرجه ديال الطرود، قريبه ورا ديريكت ممكن ورا شارع مودي بوكيتا. حنا دابا كنصورو في الحمام ديال لا شومبر الاولى اللي دخلنا ليها. غنخليكم دابا مع الكمالات الفيديو، غادي نمشيو نشوفو لا شومبر الثانيه. الثالثه راه تقريبا بحالها بحال الثانيه، لانفيرس ديالها. اللي بغى يدير لا فيزيت ولا بغى شي معلومات اكثر، النمره لتحت فيها الواتساب، يتواصل معايا نوصلو ديريكتومون عند الناس ان شاء الله. تبارك الله عليكم.